المدافعة عن الوطن وعن القضايا العامة هي اللي هتكون موجودة فيه. لأن احنا لا نستطيع بعد ثورتين وبعد ما بذلته المرأة في الاستحقاقين الأولين ان احنا نقدم سيدات ما تقومش بالمهمة. البلد في معركة كبيرة داخلية وخارجية، وانا لسه راجعة من جنيف وشفت الاتجاهات هناك ازاي. فكل واحدة هتدخل لازم تدافع عن الوطن وتبقى قادرة على مناقشة قضايا الوطن. نعم، بخصوص المرأة في البرلمان القادم، معظم برلمانات العالم ما تقلش نسبة تمثيل المرأة على 35%. لا، مش هنوصل لكده للأسف الشديد، لكن على الأقل في نسبة بالنسبة للقوائم ونسبة ونص العدد بتاع تعيين من الرئيس، يعني تقريبا 70 صوت احنا ضمننا، لكن بالإضافة إلى الفردي. الفردي ده بقى هو والظروف، يعني ما نقدرش نحكم فيه. قبل كده 4-5 سيدات نجحوا في الفردي ونجحوا بأرقام كبيرة جدا، فنأمل يعني ان احنا نصل الى 100 كرسي بقى كويس.